إذا أردت أن تعرف صدق عملك وإخلاصك لله عز وجل فامتحنها بأمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أول أمر كثرة سؤال الله عز وجل الإخلاص. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي صبحا وعشية طاهر مطهر منزه مبرأ أفضل الناس وأعلاهم درجة في الجنة، ومع ذلك يدعو بعد انقضاء عمله اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، فحري بنا جميعا ونحن الضعفاء ونحن الفقراء ونحن المقصرون ونحن من نحن على قلوبنا أن نكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص. وقد جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم خافوا الرياء، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن امرأ إن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لذلك المؤمن دائما نفسه لوامة، يخشى أن لا يقبل عمله ويخشى أن يكون في عمله ما فيه، فإذا أكثر من سؤال الله عز وجل كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسألوا الله عز وجل نفي الشرك يعني الرياء عن أنفسهم فإنه موفق.